وننتقل للحديث التالي نسمع. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عمرو عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وبداية من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ من يعرفنا برواة هذا الإسناد؟ تفضل. عبد الله بن محمد سبق سفيان هو ابن عيينة بن أبي عمران ميمون هلالي أبو محمد الكوفي ثم يقين ثقة حافظ فقيه إمام الحجة من رؤوس الطبقة الثامنة وكان من أسس الناس في عمر بن دينار مات في رجب سنة 98 و100 وله 91 عمرو هو بن دينار مباشرة عمرو بن دينار سفيان نعم أبو محمد الأكثر من جمحي مولاهم ثقة كف مات سنة 26 و100 أبي صالح السمان هو ذكوان الزيات المدني ثقة كف وكان يجلب سيكة إلى الكوفة مات سنة 100 أبو هريرة سبق نعم أبو هريرة سبق. من يذكر لنا لطيفة من لطائف هذا الإسناد؟ واحد شيخه من أفراده على مسلم شيخ البخاري من أفراده على مسلم. اثنين في رواية التابع عن التابع عمرو بن دينار عن أبي صالح حيث أن عمرو بن دينار روى عن جمع من الصحابة. نعم عمرو بن دينار روى عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا فيه رواية التابعي عن التابعي رواية التابعي عن التابعي.